مستجدات اليوم اللي كاينه في القضيه واننا جينا للجلسه اللي اول مره كيتم الحضور ديال الشهيده اللي طالت سنوات وحنا كنطالبوا بها. اذا هذا جانب ايجابي في القضيه باذن الله. والجلسه تاخرت لغايه شهر 10 في نهار 14، الكون الجلسه شويه عندها فيها اشكاليه وفيها استثناءات، يعني غتكون جلسه خاصه من نوعها في نهار الجمعه من دون الايام اللي كنا كنديروها دائما الاربعاء. الشهيده اللي كانت قالت لي بلي ولدي محروق، مقتول ومحروق، اعترفت ونكرت. نعم، هي اللي امتثلت اليوم، اما الاخرى حتى تيجي الدور ديالها ان شاء الله الى عطلنا عليها. والاختفاء في اصله هو الاصل ديال الشكايه ديالي. اول شكايه عملتها انا قبل وجود اي طرف داخل معايا هي الاختفاء. ثانيا ملي بقيت كنبحث مده وسنين، السيد القاضي اصدر متابعه بالقتل العمد بدلائل ديالو خاصه به اللي لا يستهان بها، راه والفرقه الوطنيه كذلك. اذا من بعد ما وروني شفت الملف ديال ولدي وصورته، او من بعد ما مشيت للمقر الفقه الوطني يعلموني على ان التهامي الله يرحمه، يعني شفت لوكور ديالو، تعرفت عليه بمحضر تعرف الى اخره، ولكن ما شفتش الوجه، يعني خلوني ما كانش عندي فيصل على التهامي انه هو هذاك ميت ولا. دابا ملي انا مشيت للمحكمه وشفت شي تصورات بان لي على ان ولدي هذا يعني محروق، سو كيف ضروري غادي اول مره تنشوف سيدي. انا اول مره افاجئ بها وهي السبب في التغيير ديال الاتجاه ديالي. السبب ان شاء الله غادي يبان غيبان علاش انكرت، يعني عندها سبب علاش انكرت، ما غنكرش غير هكذاك. كيف؟ إذا شفتو جاهز راه إلا قالت المحكمة راه جاهز، إنما حنا غادي نهضرو فيه بيان سور، مي ما غتقول جاهز تبدا ندخلو مناقشة ما هي وما لونها. نعم، عاد غيبدا الملف الصحيح. ما عرفتش أولدي اش كيقولوا، راهم تيأدوا المكتوب ديالهم كيف أديت المكتوب ديالي حتى أنا، ما عرفتش أنا شنو كيقولوا، ما عندي خبر. الإحساس ديال الأم كتشوف ولدها مشوط صافي وكتغير الإتجاه وكتشد في القضية بعشرة اليدين، لا للتنازل. ولدي غنعرفو، ولدي غتبان حقيقته، وهذا هو اللي تنقلبوا عليه. سي رشيد ان شاء الله ولا غادي نتعب به الراي العام باذن الله في حلقات قادمه ان شاء الله. على اي القضاء راه تيشوف بعينيه، هو اللي غادي يشوف كيفاش غادي يحكم على هاد الناس من بعد ما تبتلوا الدلائل. ما غيحكمش غير هكذاك. نعم، وحنا ما قلناش هادشي غير هكذا، حنا كنستدلوا بمسائل القانونيه بالزمان وبالمكان وبالادله العلميه وكل شيء. نعم، المغاربه مأزريني ماشي حيت انا حياه العالمي ولا حيت هذاك التهامي بناني ولا لا، مأزريني حيت داروني انا اختهم، امهم، بنتهم، ولدي داروه ولدهم، خوهم الى اخره، يعني حطوا يديهم على الجرح وداروا يديهم على قلبهم، صافي هذا علاش مأزريني. وكنطلب منهم يزيدوا في الدعوات ديالهم، يا دعواتهم راه هي اللي غتبين لي الحقيقه. تيتغمضوا العينين في هذه الحاله، لا حول لي ولا قوه. قضيه جديده، حيت هو وقع فيه الشرخ بالعكوسات اللي ها الوراق تهزوها، الوراق نزلوها، ها هذه كانت، هذا نكر، هذا كذب، هذا فهمتي زوره الى اخره. المهم داكشي علاش الملف تعطل، ولكن كلشي غيبان. نعم، هذه كانت خطه مجمله الخطط، وربي ما جابش فيها التيسير. نعم، تأجل الميل في لغاية 14/10 إن شاء الله بإذن الله، اللي غتكون جلسة خاصة فريدة من نوعها بإذن الله. إن شاء الله أنا متفائلة خير، إن شاء الله خير لنا ولهم، خير. هذاك الولد مشى مغصوب ومغدور، خير إن شاء الله. الظلم ما تيأذنش به سيدي. إيوا الهول ديال القضية. المهم إخفاء معالم الجريمة، هذاك الحرق يعني تم ماشي باش، المهم إخفاء معالم الجريمة، معالم او يطمسوا كيفاش مات ولا كيفاش، لان الجثه كانت حضرت، هي الجثه غتهضر، بما ان الجثه ما هضرتش، حنا كنقلبوا على اللي يهضر ان شاء الله. باقي شي حوايج ما قلتهمش دابا غادي نقولهم لاحقا، وغادي يعرفهم الراي المغربي. حنا باستقراءات الهواتف غادي نجدوا الحقيقه. نعم، كلشي مساندين الحق، ما مساندينيش انا، الحق مساندين الحق لا اقل ولا اكثر، كلشي كيبغي الحق.
المغاربه كاملين انا كنشكرهم ومتين وزعما وممتنه لهم بهذا التضامن اللي متضامنين معايا. هنا تنقول لك يعني اقل واكثر ما يمكنهم يديروا انهم يعيطوا لسيد ربي ينصر المظلوم، صافي ينصر المظلوم، هادشي اللي كنطلب. كتخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.